أصدقائي الأعزاء أهلا بكم. النهاردة هنتكلم عن شخصية تاريخية جديدة هي شخصية ويليام مورتون. ربما كان هذا الاسم غريبا على آذان الناس، ولكن هذا الرجل كان أعمق أثرا من كثير من المشاهير، لأن هذا الرجل هو المسؤول الأول عن إدخال التخدير في العمليات الجراحية. لم يحدث في التاريخ إلا قليلا أن لقى اكتشاف من الضجة والأثر العميق كما لقى التخدير. إنه لشيء رهيب أن يظل المريض مفتوح العينين أثناء إجراء عملية جراحية له، والطبيب يفتح بطنه وينشر عظام، والمريض يشعر بذلك كله ويصرخ. ولذلك وضع النهاية لهذا العذاب. إنه شيء يستحق التعظيم والتقدير. ولد ويليام مورتون سنة 1819 في مدينة شارلتون في أمريكا، في ولاية ماساتشوستس. درس جراحة الأسنان ومارس جراحة الأسنان، وشارك أحد الأطباء في الاهتمام بالتخدير، ولكن هذه المشاركة لم تسفر عن شيء. في السنوات التالية اهتدى دكتور ويلز إلى استخدام الغاز المضحك في تخدير الأسنان، ونجح في ذلك. ولسوء حظه فقد فشل في عرض تجاربه أمام الأطباء. وكان تخصص مورتون هو تركيب الأسنان الجديدة، ولكي ينجح في ذلك لابد من خلع جذور الأسنان والضروس القديمة. وكان ذلك عملا أليما جدا، وأدرك مورتون أن الغاز المضحك، بيسموه كده الغاز المضحك، ليس وسيلة ناجحة في تخفيف آلام المرض. لجأ إلى استخدام الأثير، وقد اكتشف الأطباء قبله بثلاثة قرون أن الأثير قادر على التخدير. وقد اكتشف ذلك طبيب سويسري اسمه بارسلسوس، ولكن أحدا من الأطباء لم يكن قد استخدم الأثير في تخدير الأعضاء أثناء العمليات الجراحية. ويليام مورتون استخدم الأثير في العمليات الجراحية، استخدمه أولا في إجراء جراحة لكلية، ثم استخدم الأثير في خلع أسنانه هو، ثم أتيحت له الفرصة في 31 سبتمبر 1846 عندما استخدمه عند جراحة واحد من مرضاه. جاءه مريض يشكو من آلام شديدة في أسنانه، وأبدأ استعداده لتحمل أي نوع من الألم شريطة أن يتخلص من أسنانه التي توجعه. فعرض عليه مورتون مادة الأثير، وأخبره أنها سوف يستخدمها في خلع أسنانه، ووافق المريض. ولما أفاق الرجل بعد التخدير أعلن لمورتون أنه لم يشعر بأدنى ألم. أجرى مورتون عمليات جراحية عديدة أمام الأطباء، ونشرت الصحف هذا الاكتشاف العظيم، ودارت معارك هائلة بين الأطباء أيهم صاحب الفضل الأول في استخدام الأثير في تخفيف ويلات العمليات الجراحية. واستخدم الأطباء المادة الجديدة ولم يذكروا صاحبها ولا دفعوا له مكافأة عن ذلك. وأصيب دكتور مورتون ويليام مورتون باليأس، ومات فقيرا في سنة 1868 في مدينة نيويورك، وكان لم يبلغ 49 من عمره. ولا جدال اليوم على أهمية التخدير في كل العمليات الجراحية، ولكن السؤال هو إلى أي حد يرجع الفضل في اكتشاف أهمية الأثير في التخدير، وبالتالي أهمية دكتور مورتون نفسه وتفوقه على الأطباء الآخرين. يعني عايزين نعرف ويليام مورتون ده هل هو من يستحق هذا التقدير، وعلى الرغم من أنه العديد من الأطباء نسبوا هذا الاكتشاف إليهم. ويليام مورتون مخترع ومكتشف التخدير عن طريق التنفس، مما أدى إلى تخفيف الألم عند إجراء العمليات الجراحية. وكانت الجراحة قبله عذابا،
ولكن بعده أصبح العلم قادرا على التحكم في الألم وفي القضاء عليه. برضو ويليام مورتون أجرى عمليته الشهيرة في أكتوبر 1846 عندما قام بتحويل مجرى تاريخ الطب والجراحة، وليس أدل على دور مورتون من العبارات المنقوشة على قبره. ويليام مورتون ولد زي ما قلنا في 9 أغسطس سنة 1819 في ولاية ماساتشوستس في أمريكا، وإنه طبيب أسنان. أول من استخدم الإيثر أو الأثير كمادة مخدرة إيثر، وذلك عام 1846 استخدمه في العمليات الجراحية. مورتون، ويليام مورتون توماس جرين، ويليام مورتون توماس جرين. ايه كمان نقدر نقوله عليه؟ عن ويليام مورتون غير اللي احنا قلناه ده، غير ان هو ولد زي ما قلنا في 9 أغسطس، وغير انه كان صاحب الفضل الأول في اكتشاف الإيثر اللي هو المادة المخدرة الأساسية، لا نستطيع أن ننكر دور ويليام مورتون كعالم كبير، استطاع بعلمه انه يعني يكتشف حاجة يعني كان لها فضل كبير جدا في العمليات الجراحية. يعني لا احد يستطيع انكار هذا الامر. وطبعا ويليام مورتون سيظل في تاريخ يعني برغم انه العلماء قديما اجتهدوا في بحث عن حل تسكين الآلام الحادة التي كان يعاني منها المريض، التي قد تضطر للخضوع لإجراء عمليات جراحية، فأسفرت بعض الأبحاث كانوا بيستخدموا بعض الأعشاب التي تقلل من الإحساس بالألم مثل الأفيون وغيرها، لكنها لم تقضي على الألم نهائيا نظرا لاستخدامها بتركيزات قليلة. رحم الله ويليام مورتون، وأشكركم شكرا جزيلا، وإلى اللقاء مع شخصية تاريخية أخرى.